يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية. فقرتنا الاخيره دي هتكون رساله تحذير الى كل رجل عنده قناعه بان الست ما بتعرفش تسوق ولا بتعرفش تركب. جات لك اللي هتغير لك قناعاتك، جات لك ياسمين سامي اللي هتقلب موازين قياده المراه للسيارات. صباح الفل عليكم منورانا. صباح الخير يا كريم. صباح الخير. حلوه الانترو دي قوي على فكره. عجبتني. صباح الخير عليك يا ياسمين. ويمكن انا وياسمين صحاب اصلا، ودايما كنت بشوف صورها على الفيسبوك وبتنزل، بس يعني ما اقول ماشي يمكن هوايه، بس طلع الموضوع احترافي اكتر. الموضوع انا مبسوطه ان النهارده كمان احنا لسه كنا بنقول الفقره اللي فاتت ثلاث نماذج لثلاث بطلات مصريات كمان، يعني مش بس دخلوا مجال معين ونجحوا فيه، لا تألقوا. فنسمع بقى منك ياسمين، البدايه جت امتى واشمعنى سباق السيارات؟ بصي انا ابتديت العربيات من سنه 2015، بس من قبلها انا بحب السواقه يعني، بس عربيتي عاديه، كانت عربيه ستوك عادي، بنزل اسوق ممكن مسافات طويله شويه، اسافر بالعربيه. لحد ما ابتديت بتابع على الفيسبوك الصفحات الخاصه بالسباقات والمتسابقين. كنت بتابع صفحه الفريق اللي انا الحمد لله انا بنتمي ليه، فريق ريفيتاب، وكانوا اعلنوا في يوم على تدريب في الاستاد. قلت اروح اتفرج. بعت الكابتن الفريق وقتها كابتن سامح عبد القوي اللي هو بقى جوزي دلوقتي. فرحت اتدربت الاول، اتفرجت، لقيت ده انا حابه الموضوع يعني، في باشن كده الحاجات اللي انا بحبها قدامي. فجربت بعد كده بقى انزل تريننج دي، يعني ادائي كان قال ان هو اداء كويس. ابتديت اتدرب اظبط شويه حاجات، شاركت بعده باسبوعين في اول سباق وحصلت على المركز الثالث. بعد اسبوعين يا ده كان حظي ان كان في سباق بعد اسبوعين من التدريب، فطبعا شاركتي في المركز الثالث. طب حلو. طبعا ده السباق ده كان يعني من الجنسين ولا؟ بصي احنا بنشارك طبعا مع الاولاد ومع الشباب عادي، بس احنا لينا فئه خاصه بالسيدات وبيبقى لينا ترتيب في الفئات بتاعت عربياتنا مع الولاد. اوكي. طب انت في البدايه خالص لما قررت ان انت عايزه تدخلي العالم ده، ما كانش عندك اي مخاوف؟ حد من اهل بيتك كان عنده مخاوف من زاويه ان هي ممكن تكون حاجه فيها شيء من الخطوره؟ طبعا هما في البيت مش مستوعبين الاول هي ايه رياضه العربيات دي، يعني هتمشي بقى مجنونه بقى ماشيه في الشارع بتجري او ماشيه في التراك بتجري. وكان حظي كمان مثلا اول سباق ماما بتكلمني في التليفون سامعه صوت العربيات فرقعه وحاجات، فانت فين؟ ايه اللي بيحصل؟ بابا كان الله يرحمه ماشي تمام، بس وانت هتفضلي مكمله؟ طب هتتوقفي يعني لحد اخرتها ايه؟ فاكرينها نزوه كده انت حاجه كده ايه وهتعدي. لحد ما طبعا الموضوع اتطور وموضوع بقى فيه مثلا رعاه موجودين، الموضوع بقى ينتقل من هوايه لاحتراف، بقيت ان انت خلاص عندك التزامات تجاه الرياضه دي لازم تحققها، سواء ليك او سواء عشان الراعي والرعاه اللي معاك او سواء علشان الرياضه نفسها. فبقت مسؤوليه كمان، بقاش مجرد ان احنا بننزل السباقات كان احنا عايزين ننزل، لا احنا عايزين ننزل وعايزين نعمل ايمج كويسه للموتور سبورت في مصر، ونعرف ان في رياضه حلوه وتستاهل وليها عدد كبير جدا من المشجعين وعدد كبير جدا من الناس اللي بتشارك فيها. عدد البنات او السيدات قد ايه تقريبا ياسمين؟ بصي احنا ممكن نوصل في بعض السباقات ل 10 بنات. 10 ممكن ينزلوا بصفه مستمره. اللي بينزلوا بانتظام قوي ممكن يبقوا 6 أو 7، في بيطلع بيظهروا يعني العشرة، ممكن نلاقيهم مره 11 حاجات يعني، يشاركوا في سباق لا يعني، بس هم تقريبا 10. طب وليه يعني الجمله اللي قالها كريم هي على فكره ولو حتى بنهزر دلوقتي، بس هي جمله حقيقيه. بعض الناس او الرجاله تحديدا طبعا بيتكلم ان الستات ما بتعرفش تسوق، فدايما نسمعها لما حد مثلا يبقى بيسوق قدامك مش كويس يقول لك اكيد ست اللي بتسوق، مع ان اكتشف ان هو بيطلع راجل. لا لا استني، دكتورة من الرجاله ولا امر واقع؟ لا مش امر واقع بقى، من محترفه قوي ياسمين ارجوك. تقييمك ايه لقياده المراه للسياره عموما بعيدا عنك؟ مش انا هقول بحياديه. ماشي. احنا فعلا في مشكله عند السيدات في السواقه في الشارع، بس السبب ايه بقى عشان نفصص كده؟ ما هو انتوا السبب، عشان نسجل برضه، ما هو انتوا السبب برضه اهو. ازاي احنا ايه علاقتنا؟ السبب في البدايه خالص من التعليم. لو هنيجي مثلا لسيده عايزه تجيب عربيه علشان تروح تودي الاولاد المدرسه وكده، ممكن جوزها في البيت او باباها لا واحده ست اللي تعلمك، المكتب اللي جنبينا ده هيعلمك تمام. تروح تلاقي واحده ست تمام هي اللي هتعلمها، بتعلمها غلط وبتعلمها بخوف، وبيبقوا اصلا خايفين على العربيات اللي هم بيدربوا عليها ساعات، فبتعلم ما بتديهاش جراه كفايه. طيب خبرتها بقى هي ايه بعد كده؟ هي من البيت
للمدرسه او للنادي بتبقى شويه خايفه، ما اخدتش اكسبيرينس عاليه، ما بقتش، ما نزلتش الشارع كتير، ما اتجرأتش على العربيه. فاللي بيعلم بيعلم غلط، اللي بيعلم بيعلم ان انت تبقى خايف، تبقى حريص، خلي بالك، حاسب. مش كتر الممارسه ممكن تخلي الواحد يعني بيتغير مالك كمان. ادواته في السواقه اكتر. اولا الممارسه والتدريب صح والممارسه صح، وان انت تحس ان العربيه دي بقت جزء منك، وده بيجي طبعا بعد فتره، وان انت تعمل مشاوير كتير. في ستات بتسوق يعني بشوفهم في الشارع لا فظاع، يعني يمكن بيسوقوا زي الرجاله واحسن. في رجاله بتعمل كوارث برضو صح، بس انتوا بتركزوا في الاخطاء بتاعت السيدات. الموضوع ده بيبقى فارض نفسه، يعني عايز اقول لك بتبقى ماشيه في شارع مثلا تلاقي عربيه ماشيه على الشمال اللي هي الحاره المخصصه للسرعات العاليه، تمام؟ فتلاقي عربيه اللي قدامك اللي سايقها او اللي سايقها ماشيه على سرعه 6، حلو، بدل ما تمشي 80 90 لان هي الحاره الشمال. ومش بس دي، يعني في دايما قاسم مشترك عند كتير من السيدات في السواقه مش موجوده عندك التفصيله دي للامانه، يعني ايه بقى؟ أيوة فكره ان انت تاخدي الدريكسيون بالحضن. مش فاهمها دي، يعني يعني عاده ان بتبقى ماسكه الدريكسيون كده. اقول لك ليه كده؟ يعني في حركات بس ايه دي؟ ما هو ده راجع برضو. لا ده راجع برضو من اصل التعليم، امسكي الدريكسيون كويس، سيطري على العربيه أيوة كويس، ايوه تبقى قريبه منه. بس خلي بالك عشان الطول برضو يا ياسمين بيبقى ليها تاثير. ما احنا نقدم الكرسي، يعني الكرسي بيجي قدام ودلوقتي الكراسي بتعلى وبتنزل، يعني في حاجات كتير هم الناس بصراحه مش متاقرين، مساعدنا في كل حاجه. انت عارفه حاجه، انا اعتقد برضو ان الموضوع ليه علاقه بالشخصيه، يعني في سيدات شخصيتهم مش هقول ضعيفه ولكن هم حساسين شويه او يعني أو مترددين. مترددين غير واحده شخصيتها قويه. فالضغوط كمان، يعني ممكن تلاقي احنا برضو ستات في عندنا احنا مش كاملين، في دفوات بس احنا بنحاول ان احنا نعالجها او نتغلب عليها. لا ممكن واحده نازله مستعجله عايزه تلحق مشوار مهم، عايزه تلحق ابنها مثلا في مكان معين، متضايقه، ده بيأثر علينا شويه في السواقه، لكن هو المفروض ما يأثرش. بيأثر على كل اللي وراه. يأثر طبعا، لازم تتحمله. انا عايزه اقول لك بقى حاجه، يعني انت شفت سواقتي كويسه بس للأمان. انا بارده بقى جدا، يعني مثلا انا بمشي صح، لا بجد انا بمشي صح، لو حد بقى عايز يخش بقى قبلي ويقعد يزمر، طب ما الشارع واقف، انا بارده ولا كانه موجود، يعني انا ممكن اللي ورايا يتحرق دمه وابقى عارفه انه بيتحرق دمه ومبسوطه. بس عايزه اقول لك على حاجه، ازاي كرجاله في السواقه؟ يعني ده تمام، بس احنا ساعات ما بنعرفش ظروف الناس ايه. يعني انا مره حد ورايا بعربيه قاعد كلاكسات كلاكسات، وانا مش فاهمه طب انا هعمل ايه. انا كان في امكاني اوسع، فقلت لا طب انا مش موسعه لك بقى الحته دي طالما انت قاعد بتزني كده. لكن عدى بالفعل لقيت ان معاه حد مريض، اتكسفت من نفسي جدا ولقيت وقف عند المستشفى. يعني فمن ساعتها لا، اللي مستعجل لا اوسع له، ربنا يسهل له بقى. هو طب انت على الصعيد الشخصي برضو في سواقتك العاديه، هل انت من الناس اللي ممكن تروح مثلا من مصر الجديده ل 6 اكتوبر في 9 دقائق وحاجات كده، ولا انت بالعكس بقى في الحياه العاديه يعني هاديه في سواقتك؟ هقول لك حاجه، هو طبعا السباقات علمتني وانعكست عليا بشكل كبير جدا في اسلوبي في السواقه، يعني قبل السواقه قبل ما ادخل سباقات غير بعد السباقات. ممكن اجري، بس عندنا الجري بحساب، يعني طبعا بتبقى ملتزم بالتعليمات وبالحاجات القواعد المروريه وكل حاجه، بس لو مديت شويه انت عربيتك تستحمل ان انت تجري بيها لحد ايه؟ هل فيها عطل مثلا يخليك ما تجازفش بيها؟ الكاوتش بتاعك كويس ان انت تجري؟ الطريق اللي انت ماشي فيه ده هيساعدك؟ يعني بقينا نحسب حاجات. بس ساعات بنجري شويه، ساعات لا همشي على مهلي، بتبقى مركز. بالمناسبة انت ليكي في الميكانيكا، ولو مثلا فردة كاوتش مش عارف حصل ايه وتغيري والحاجات دي؟ بص انا يعني ممكن افهم شوية، بس لسه ما يعني انا ما بغيرتش حاجة بايدي لسه لحد دلوقتي. معانا طبعا الناس الاسيستنت. لا معانا، بس لازم ابقى فاهمة، يعني لازم ابقى فاهمة في انا سمعت صوت مثلا كذا، لا ده مثلا لا العيب ده من هنا، لا انا عندي المروحة بتاعت العربية مثلا مش شغالة. خطوة اتجاه ان انت تبقي ملمة بكل حاجة، فبرافو عليك. لازم، ده تعلمناه طبعا من خبرتنا في السباقات، سواء ان احنا مع عربياتنا او مع احتكاكنا مع زمايلنا وقعدنا معاهم، وان احنا نسمع دايما هما بيقولوا ايه، ده بيفيدنا في الشارع. حصلت لي مشكله في العربيه مثلا، عايزه اكلم حد يجي يساعدني، في ناس ما بتعرفش توصف، يقولوا طب ايه المشكله؟ مش عارف. طب لا ده انا سمعت صوت كذا حصل في العربيه وبعدها العربيه عملت كذا، يقول لي بس ده اللي حصل. فبيسهل طبعا حاجات كتير، واعرف امتى لا لازم اقف، ما ينفعش اكمل مشي بالعربيه مثلا في الحاله دي. في ناس ممكن تمشي العربيه تبوظ منهم اكتر او يتعرضوا لمواقف ما تبقاش لطيفه. فالسباقات طبعا علمتني حاجات كتير جدا وانعكست كمان على شخصيتي، بيديلك ثقه طبعا اكتر في نفسك، سرعه بديهه وسرعه ان انت تتخذ القرار، قوه ملاحظه، تبقى عارف انت ماشي ازاي، طريقك تبقى مركز فيه كويس. لا طبعا ساعدتنا في الحياه جامد يعني.
فعلا النقطه دي كويسه جدا، لان كل رياضه اعتقد بتناسب مجموعه من الناس. يعني مثلا العاب القوه والدفاع عن النفس تلاقي الناس اللي هي عندها نوع من الغضب اللي هي anger management، دول اكتر ناس بيبقوا عايزين ان هم يلعبوا الرياضه دي عشان يخرجوا الغضب اللي عندهم بالظبط، او الطاقه دي. الناس اللي هي متردده لو راحوا لسواقه السيارات او سباق السيارات هتلاقيها مناسبه ليهم جدا، لان هو لازم يتعلم ان هو ياخد قرار، وقرار حاسم في توقيت معين بشكل معين. ففعلا الرياضه اعتقد ان هي مهمه جدا كل انواعها، بس المهم نروح للرياضه اللي تناسبنا. دي حاجه بالزبط. دي حاجه كويسه قوي. طب انت هل يعني تركيزك مع سباقات السيارات اثر عليكي بشكل او باخر وانت ماشيه عادي في الشوارع؟ بمعنى ان في ناس ممكن تبقى سايقه عربيتها لمجرد ان في حد جنب منها جاي بيجري فتلاقيه سخن والله لو ياخدها على كرامته جدا ولا اعرف ناس كده. ايوه مش هسيبك. بيحصل معاكي كده؟ لا احنا لا، يعني او انا تحديدا عندنا اشباع، يعني ما احنا عندنا اماكن سباقات وبنجري وبيبقى التراك فيه ساعات عربيتين جنب بعض، فعندنا الحته دي ما بتفرقش معانا. ده غير ان احنا عربياتنا عندنا بتبقى عزيزه شويه، يعني انا مش هجري معاك وممكن يعني ايه اللي استفدته مثلا، يعني ممكن ده شارع يعني مش امان، مش مكان مؤمن، ممكن انا ما اعرفش مين الشخص ده، ممكن يعمل حركه مش محسوبه يقوم يخبط لي العربيه، انا عربيتي تبوظ، ممكن حد معدي بالصدفه في الشارع افقد الكنترول على العربيه. فعندنا احنا او كمتسابقين يعني. لا الحته دي ما بتفرقش معانا قوي، ان احنا عندنا اماكن احنا بنعوض فيها، اماكن مؤمنه واماكن مخصصه ان احنا نمارس فيها الرياضه دي، فعندنا حته اشباع من نقطه ان احنا نجري في الشارع او نشد هند او نعمل الحاجات دي. زي فكره بطله المصارعه اللي كانت ضيفنا الاسبوع اللي فات، وكنا بنقول لها سمر حمزه، كنا بنقول لها لما حد بيجي يستفزك او يضايقك، فقالت برضو نفس كانت انا يعني بعديها اوقات اعمل مش سامعه عشان انا لو ضربته يعني هو حرام صعبان عليه هو مش فاهم. احنا بنقعد نضحك يعني بلاش، بالذات لما نكون بقى مثلا رايحين تراك او حاجه وما ماشيين بعربيات السباق، لما تبقى مثلا مسافه قريبه مش نقلنا، نلاقي بقى الناس في الشارع طبعا بيبصوا وبيعملوا حاجات غريبه، وحد مثلا يجي عايز يجري او يشد، يا حبيبي بلاش يا ابني طب اتكل على الله بقى، ما بنعملش حاجه. يعني احنا ماشيين وماشيين بعربيات السباق برضو ليها سيت اب معين، فمش هنبهدلها ونجري بيها في الشارع طبعا ما ينفعش. بالمناسبه بتسافري مصر اسكندريه في قد ايه؟ ده لو كنت خدتي التجربه دي قبل كده يعني. لا اكيد كتير يعني. قد ايه بقى؟ انا لا انا بحب امشي بصراحه في الطريق لو بعربيتي انا الخاصه وانا اللي سايقه، لا بمشي معقول يعني ممكن اوصل ساعه ونص كده يعني. مصر اسكندريه ساعه ونص. احنا نسافر معاكي بقى. ده المعقول ده بتقول لك ده المعقول. ده احنا نسافر معاكي. لا انا شدت هتعمل جوزي إيه؟ يعني هي ساعه هي ما بيزق كمان. لا طب والرادار وال لا انا ببقى نايمه ماليش دعوه بقى. بروح بسرعه زيك اكتر والله. بس هو يعني هو بطل مصر في بشكل احترافي برضه. طبعا هو بطل مصر في سباقات السيارات وهو بيسوق خلفي. ده احترافي خالص. لا واكبر يعني بيعتبر هو منظم العام لبطوله ريفيت اب دريفت. قولي بقى ياسمين اكبر بطوله دخلتي المجال ده عشانه. لا ما تقوليلناش عشان حبك لسباقات السيارات. لا انا كنت جوه يعني انا كنت شغاله يعني انا طبعا تحت قيادته لفتره 5 سنين موجوده في الفريق وبساعده في تنظيم السباقات لحد ما قررنا من 3 شهور ان احنا نتجوز. هذا هو اللي قرر كمان. مبروك مبروك. طب قولي لي ياسمين في يعني ما كل حاجه برضو لازم يبقى ليها عائد، هل في عائد مادي ولا انت واخده الموضوع لا ما مش فارقه؟ طبعا احنا في الاول هي رياضه السيارات بس نتفق ان هي اغلى رياضه. اغلى يعني بدايه من اعدادك انت كمتسابق في ادواتك الشخصيه، الخوذه، الجلافز، الشوز اللي بنلبسها، البدله، الحاجات دي كلها دي ليفل لوحده. ندخل بقى في العربيات. سيت اب العربيات لو انت هتنزلي بعربيه معدله بيبقى الموضوع شويه مكلف. فالاول في ناس طبعا يعني بناخدها كهوايه، انا قعدت سنه مثلا بنزل بعربيه ستوك مش دي معدله. دي عربيتك يا ياسمين؟ دي عربيه جولف 5 كنت بنزل بيها الفتره في السباقات. معدله؟ دي معدله كان فيها بعض التعديلات، كانت تعديلات بسيطه. ونزلت باودي تي تي ونزلت بجولف 4 رباعي وجولف 1 1800 تيربو يعني بنوع. دي الاودي تي تي طبعا دي انا اكتر عربيه بحبها. دي عربيه حطمتيها؟ حطمتها لا
طب الحمد لله. اخلي اكصدام مثلا يعني مره كده اكصدام يعني. بنتابع انا وكريم بنعرض تقارير يوميا لسباق السيارات في دول مختلفه في العالم يعني، وبيبقى في بعض الحوادث اللي بتحصل نتيجه المناخ والحاجات اللي زي كده وسوء الاحوال الجويه. ايوه ده جزء تحياتنا دي اكيد بتابعها بس دي قبل ما نتجوز. اوكي ما شاء الله. دي كلها انت جوائز حاصلة عليها؟ دي كانت من تقريبا 2016 او 2017 وما زادوا شوية دلوقتي. انا عاجبني ان انت دخلتي وفترة صغيرة قدرتي تحققي نجاحات يعني. هقولك على حاجة برضو خلينا فيها واضحين، وجود فئة مخصصة للسيدات هو اللي مساعدنا ان احنا نبقى واضحين، لان احنا لو دخلنا بس وسط الشباب يعني اكيد هنتظلم يعني. هم طبعا ما شاء الله اكتر من العدد بيتحكموا برضو في عربياتهم بشكل اكتر، سابقينكم برضو، فهنبقى لينا ترتيب بس مش بوديوم. ساعات نطلع معاهم يعني حاجات كده تحصل، نوادر كده ان حد فينا نطلع مع الاولاد في البوديوم، بس ما بيبقاش بصفه دائمه. علشان كده كان تشجيع من القائمين طبعا على الرياضه ان يبقى في فئه مخصصه للسيدات علشان نشجع السيدات ونقول لهم لا تعالوا احنا لينا فئه خاصه بينا وبنشارك فيها، فتعالوا وهيتم تكريمكم وتشجيعكم ان انتوا تمارسوا الرياضه دي. على ذكر التشجيع، هل نقدر نقول ان الرياضه دي رياضه سباق السيارات في العالم العربي، او تعالي نخص كلامنا عن مصر بصفه خاصه، هل هي مظلومه اعلاميا الى حد ما؟ لدرجه كبيره كانت مظلومه الفترات اللي فاتت. احنا عايزه اقول لك احنا كنا بنعاني ان احنا ما فيش علينا اي سبوت اعلامي، لكن كنا بنجتهد ان احنا يبقى عندنا سباق، كل واحد وعلاقاته، زمايلنا، طب ممكن تيجوا تغطوا، احنا عندنا سباق يجوا ويغطوا فيه، بقت حاجات قنوات ثابته معانا. ابتدينا مؤخرا ان احنا بالنسبه للبطوله وللتيم عندنا قناه هي الراعي الرسمي لينا، بتستلنا تغطيات بتاعت السباقات الخاصه بينا كلنا، فابتدت الدنيا تتشاف بشكل اكبر، لكن لسه برضو ما اخدتش حقها قوي مقارنه ببقيه الرياضات. بصي انت دلوقتي معانا شافك 80 مليون تقريبا، فاكر بجد اهلاوي 80 مليون اهلاوي طبعا دخلوا خارج مصر ودول عربيه ودول اوروبيه، ويعني بصي فدي بدايه كويسه جدا. اكيد طبعا، وبالتوفيق ان شاء الله يا ياسمين. ومعرفش يعني انا حبيت الموضوع، ولو قدرنا كاميرا القناه عندنا تروح مره تصور والله السباق الجاي، احنا عندنا سباق الاسبوع الجاي نستناكم، بس نلصقها والله مع الاعداد تبقى حلوه وكريم بالمره كده نختبر قدراته. ايوه انت هتكوتي بالضحك ليه؟ على قدراتي في السواق بالمقارنه بيكي هتلاقيني جده. لا انا من النوع اللي جبان جدا والله، شواف، بس ساعات بتنتبني لحظات رعونه كده ما تفهميش بجيب لها قلب منين، ممكن اعمل حاجات بقى باللي انتوا بتعملوا. لا في السباق الموضوع هتلاقيه، لكن في المطلق انا من الناس اللي بتمشي نسبيا بشكل عادي. احنا بنتمنى لك كل التوفيق يا ياسمين، نورتينا وشرفتينا وبس بلاك ان شاء الله. شكرا ميرسي. شكرا ياسمين. شكرا.